لنوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حمد به صلى الله عليه وسلم في رجب الهدى بشرت بشعبان بليل المنى وقيل لها في رقى لقد حملت بالمطهر من الدنس والقنا وسمعت الملائكة في شبان يبشرون الأنوار بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم وآتاها في ذو الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها من رتبة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل في جاسنا وناداها في محرم جبريل عليه السلام وقت بلاتها قدنا واستفت الملائكة منزلها في سفر وعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا ولما هل ربيع الأمر أظهرت الأرض والسماء وأشرقت البيت واشتوى الصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منصور السعادة وجد بها من أول الولادة وحان بلو شمس السعادة وتهلنا الحق المرن أضاءه ونشرت له في الكون على الله فإذا بطاعر الأبيض مسمت من الحمراء ومر بجناحه إلى بطن آمنة الله المسلم ذو الورد المفاضل الاثنين الثاني عشر يشهد في اللفظ ولا تسمي حتىها لم يطلق إليه نسأل الله أن يصلي وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله جهنم في غادي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غاده جبريل نادى فيما نسفة حسنه هذا ما لي في الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي هذا كهيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد الخلائق من جهنم في هذا جميل النقد هذا المرتضى هذا مالي والوجه هذا اللوحات يا ربي صل على النبي محمد جهنم في غاده هذا الذي خلقت عليه لابيس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدير بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو
والجاه العظيم الأزياده يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد لائك من جهنم في عدي صلى عليك الله يا علم الهدى معناها طير في الحصون يقلد يا ربي صل على النبي منجي الخلائق من جهنم في غضيب